لبنتي بأرس الحرف شعري وبعنيها بالأبيات الجديرة رسالة عاجلة يا بعد عمري أبوش اليوم في حالة خطيرة أبوش اليوم في حالة خطيرة. قصيدة عاجلة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم النائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي من الشيخ عبد اللطيف بن محمد بن علي الشضبي آل قحطان تعبر بما فيها. أداء الشاعر أبو شهاب الخبجي. دعيت الله في سري ويجهري عظيم الشان عالم بالسريرة أسأله وأطلبه غفران يا وزري وينجيني من النار السعيرة إلى بنتي أرسل حرف شعري وبعنيها بالأبيات الجديرة رسالة عاجلة يا بعد عمري أبوش اليوم في حالة خطيرة ويا فاطوم بأوصي شيني قبري على الميعاد في أيامي عسيرة وفي خولاني في لا حد يدري أشوف أحمد وأمي هم قريرة أنا من الليل في حزني وقهري وأحبس دمعتي لو هي غازيرة من أويا عيانا يا كسري ظهري أفكر في شوانتي لي سافيرة سلام العز يا تاجي وفخري ونور الفجر شعشع يا أميرة ومن أجلك ختمت أيام عمري بقصة محزنة سوداء مريرة يقول عبد اللطيف مدام ذخري قبيلة لو جهت تفعل داعرة بخولة الطيال بشد أزري رجال الحق صبيان العاشرة هلا هلا هيا هاجسي قوم شد بدري لابن راشد محمد في الجميرة وابن مكتوم بارسله بشعري وقيفان العرب أهل المسيرة أنا جبت الخبر الصبح بدري وأمنك باعني وقت الظهيرة وهاجمني وأنا في وسط عقري في الحد الشمالي في الفجيرة بدون انذار ولا أمر قهري وهذا عار في حقك كبيرة أنا بحزيك من ثعباني بري وعندي الهدوى وأنا خبيرة صعب تلقاه من هندي ومصري وصلي في العشاء والاستخيرة كلاهم الصدق أنا بقول دغري ووقفاتي في الأيام العسيرة ذهب صافي أنا ولؤلؤ ودري سبح ميرو بالقيس الشهيرة صلاتي للمشفع يوم حشري رسول الله ذي له حسن سيرة.